حكينا عن بداياتك وكيف اكتشفت حبك للطبخ. البدايات تقريبا ترى وانا صغير مره، يعني اول طبخه طبختها في ثاني ابتدائي. ايش عجيب ما شاء الله عليك. في خامس ابتدائي اوكي فعلا، وطبخت رز كبسة ما شاء الله عليك. فهذه كانت هي البدايه. أوكي. بعدها كنت اجلس مع الوالده في المطبخ واسالها هذا ليش تسوين كذا وكيف تسوين كذا وتخليني اقصدر ذا واقصر على النار. وهذا هو النفس ترى، هذا هو النفس حق الامهات، تعرف متى تقصر النار، متى تحرك الجريش، متى تحرك القرصان، متى كذا، متى تحط الخضار. فهذه هذا التدرج في المطبخ يعني نشأ من عنده حبي للمطبخ. بعدها طلعت عندي فكرة أنه كيف أحول هذه الهواية من أيام الثانوي تقريباً وأيام الجامعة، كيف أحول هذه الهواية إلى مشروع. جميل. فسويت مشروع، فتحت في الانستغرام حساب سميته كشنها وبديت أطبخ للناس. لايك للإسم الصراحة. كشنها. طيب. شو اسمه؟ فبديت أطبخ للناس، عزايم، عروس، حواشي كبار، 20 مفطح. وهنا كم كان عمرك وقتها؟ هنا كنت في الجامعة. ما شاء الله عليك. وتمسك عزايم مفطحات. عزايم وشغل. مفطحات، روح الحج أطبخ 4000 شخص. ما شاء الله عليك. 3000 شخص غدا وفطور عشاء في رمضان وجبات رمضان. فعلا فعلا دخلت بقوة يعني الحمد لله والشكر. طيب وكيف يعني خلينا أقول لك تقدر تعالج موضوع الخطر فين؟ في مثلا مشاريعك لو مثلا نقص الدخل، كيف تقدر تعوض هذا الشيء؟ هو شوف عبد الرحمن، أنا من يوم أطلع قوم الصباح زين أطلع أروح المكتب، أنا ماني عارف كم من المطاعم حقاتي بتبيع اليوم. صح. ها، وهذا أنشأ عندي مفهوم الرزق. ترى هذا هو الطير يطلع من عشه جوعان. صح. ما يدري ومو ضامن شيء، بس الله كاتب رزقه، الله كاتب رزقك قبل أن يخلق السماوات والأرض، بس أنت عليك إيش؟ تسعى. اسعى. يا سلام. لا تجلس تقول لا والله أنا اليوم اسعى، حتى لو كان دخلك اليوم مش مضايق صدرك مثل اليوم يعني الحين يعني والله صدق يعني دخل مضايق صدورنا يعني إحنا كأصحاب مطاعم، بس هذا هو الشغل، هذا هو يحتاج فيه تعب. يعني الصراحة الفرق أنا أشوف بين الموظف العادي اللي عنده وظيفة من وقت معين إلى وقت معين. صح. والرجل الأعمال ورائد الأعمال أو التاجر. صح. إنه التاجر أخذ الريسك، يعني عنده في مرحلة فيها مخاطرة. صح. قرر إنه يخوض هذه المرحلة. صح. صح. لكن الموظف ما عنده، خلاص عنده دخل مثلا عارف ثابت. كم بيجي اليوم يا سلام. وكذا وانتهى ومرتب أموره. أيه. يقسم راتبه. أنا أعرف واحد يقسم الراتب في ظروف، هذا أيوة. بنزين. صحيح. هذا حق مدري إيش، إحنا ما عندنا كذا. والله شف عزيز، هي سبحان الله قدرات. صح. في ناس عندهم قدرات يقدروا يتحملوا الريسك، وهذا هو التوازن ترى. صح. 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 وعشان كذا كل البني آدم يعني البني آدمين يكملوا بعض.